السلام عليكم. مع تقدم التكنولوجيا في الهواتف وخاصة في شبكات الجيل الخامس، سامسونج أبهرتنا في الجالاكسي S20 بنسخه الثلاث، ولكنه من الهواتف الفلاجشيب غالية الثمن. واليوم معنا الجالاكسي A51 بحلة 5G، وهذا طبعا في الفئة المتوسطة. بدون أي إطالة دعونا نتعرف على المواصفات التي جاء بها. من حيث التصميم، أتى بنفس تصميم الـ A51 العادي، الجسم والإطار من البلاستيك مع ظهر لماع وجذاب مع طبقة حماية من الكورنين الجيل الثالث. الوزن سيزيد نوعا ما عن النسخة السابقة بسبب زيادة سعة البطارية للتعويض عن الاستهلاك الذي سيزداد بسبب تقنية 5G والذي سيأتي ب 185 غرام. الشاشة مثل ما عودتنا سامسونج بسوبر أموليد بدقة الفول اتش دي بلس 2080x1400 بيكسل بكثافة بيكسلات جيدة 450 بيكسل لكل انش. مقاس الشاشة هو الأفضل بمقاس 6.5. إذا كنت من محبي الألعاب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات فهذا الهاتف مناسب لك والأفضل في هذا المجال، وشاشة من أهم نقاط القوة الجالاكسي A51 5G إضافة إلى البصمة الضوئية التي جاءت مدمجة أسفل الشاشة. لكن بالنسبة لسرعة البصمة، أغلب أجهزة سامسونج الضوئية أقل سرعة من الأجهزة الصينية. هذه النقطة صارت واضحة تقريبا للجميع. وصلنا لأهم نقطة وعنوان التغيير الأكبر الـ A51 نسخة الـ 5G وهو العتاد. سابقا كان المعالج في الـ A50 والـ A51 الإكزينوس 9611، هذا المعالج متوسط نوعا ما يمتاز بمعالج رسوميات ممتاز مالي جي 72، لكن هذا الكلام تغير في الـ A51 5G. المعالج سيكون الإكزينوس لكن الأحدث والأقوى في الفئة المتوسطة، وهو الإكزينوس 980 بمعمارية 8 نانومتر يدعم الـ 5G مع معالج رسوميات المالي جي 76 أفضل بكثير من السابق، يعني معالج من نفس هواتف الـ P40 والـ P30 برو بطاقة الرسوميات تقدم لك أداء خرافي للألعاب وغيرها من التطبيقات التي تحتاج أداء ورسوميات قوي. برأيي هذا سبب كافي يجعلك تشتري جهاز يحمل هذه الشريحة الرسومية، وكذلك التقدم في مجال الصور والفيديوهات ومعالجتها. الرام بنسخة واحدة 6 جيجابايت، أما الذاكرة بخيارين إما 64 أو 128 جيجا بايت. سرعة البطارية 4500 ملي أمبير بدعم شحن سريع بقدرة 15 واط. نأتي إلى النقطة الأهم وهي الكاميرات. صحيح نفس المحسس ونفس الكاميرات، الـ A51 العادي تكون أربعة بالظهر على شكل حرف L، والمواصفات 48 ميجا بيكسل لرئيسية و12 و25 ميجا بيكسل لباقي العدسات مثل A51 العادي، أما السيلفي 32 ميجا بيكسل. بالنسبة لجودة الصور ستكون أفضل ليس بسبب العدسات ولا المتحسسة التي ستصنع الفرق، لكن المعالج 980 ووحدة معالجة الصور داخل الإكزينوس التي هي من الطراز الأفضل والمتفوق على الجيل القديم 9611 والموجودة حاليا بالـ A51 العادي. نأتي إلى السعر. هناك أخبار تقول أن الجالاكسي A51 5G سيكون ب 330 دولار بالتقريب 62,000 دينار جزائري، وهذا بالطبع أرخص هاتف 5G من سامسونج لحد الآن تزامنا مع توقيت إطلاق هذا الفيديو. وصلنا إلى نهاية الحلقة، كان معكم أصيل، دمتم بعبد الله، إلى اللقاء.